ممكن تعرف على حضرتك؟ سمير حلم المحامي. استاذ سمير، حضرتك مرشح على عضويه النقابه ان شاء الله مستوى عام. مستوى عام. طب ابرز ما سوف تقدمه للشباب المحامين؟ والله يعني اذا شاء القدر وكنت ونجحت في الترشيح، انا هكون قلبا وقالبا مع كل محامي، وخاصه المحامين الشباب. اهم ما عندي في البرنامج الانتخابي بتاعي ان انا اكون اعمل على استرجاع هيبة وكرامة مهنة المحاماة ونقابة المحامين، واعمل على الخروج من الظلمات اللي احنا عشناها طيلة فترة 14 عاما مع النقباء والمجلس السابقين. عايزين برضك النهاردة نشوف العلاج بالنسبة للمحامين، ودي اهم نقطة جدا، مشروع العلاج للمحامين نهتم بيه جدا ونعالجه، بحيث ان كل محامي النهارده يلاقي العلاج بتاعه ويلاقي يتعالج وياخد الدواء على نفقة النقابة. حضرتك رشحت نفسك قبل كده؟ لا، اول مرة رشح نفسي. حضرتك بتحضر معنا في قضية حسن مبارك المقنوع؟ بحضر فيها من بداية الجلسات، وكنت اول وافتخر بان انا اول محامي او ضمن المحامين اللي اجبروا القاضي عادل عبد السلام جمعة على التنحي عن نظر الدعوة لعدم الصلاحية هيئة المحكمة بالكامل، وقدمت 5 شكاوي طبعا واتحقق معايا فيهم، وبالفعل نجحت في اجباره على التنحي عن نظر هذه القضية لعدم الصلاحية. لان حضرت الجلسة 7-9، كل الجلسات بحضرها بصفة دائمة، وما فيش جلسة ما بحضرهاش. النهاردة حضرتك غير موجود؟ لا، النهاردة ما حضرتش النهاردة، لان طبعا احنا هلكنا وتعبنا جدا، وكان جلسة النهاردة في 2 شهود باقيين من جلسة الامس كانوا بيستمعوا، لكن في جلسات مستمرة وهنحضرها ان شاء الله. هل الانتخابات، هل ترشحك على عضو النقابة، هل دي ممكن تؤثر على عدم متابعتك القضية؟ لا بالعكس، انا متابعتي القضية دي من اول مهامي واول عملي، ولم يشغلني شاغل سوى قضية مبارك وقتل الشهداء والمصابين والعمل على استرجاع حقهم وإثبات التهمة على المتهمين. انت شايف القضية ماشية كويس ولا ايه؟ والله لغاية الوقت اللي احنا فيه دوت القضية تعتبر ماشية كويس، ولكن هناك شهود الإثبات التي قد قدمتهم للنيابة العامة فوجئنا بيهم بان هم غيروا اقوالهم، وطبعا احنا في طلبات هنقدمها لهيئة المحكمة الموقرة باستبعادهم وعدم الاعتداد بشهادتهم، لان في عدة اسباب كتيرة تؤكد استبعادهم من القضية وعدم الاعتداد بشهادتهم. شكرا فندم، بكل التوفيق. العفو.